أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من استديوهات التلفزيون العربي في الدوحة. ارتفعت حصيلة قتلى قصف صاروخي لجماعة الحوثي على مدينة مأرب إلى 17 مدنيا بينهم طفلة، في حين جرح آخرون. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن وزير الإعلام معمر الأرياني قوله إن الحوثيين استهدفوا محطة وقود بحي الروضة في المدينة بصاروخ فلسطيني تلاه استهداف سيارتي إسعاف بطائرة مفخخة.